في الظلام الدامس تصرخ بغداد بلسان أهلها من شح الكهرباء، وهنا التناقض الشديد، فالعراق الزاخر بنفطه وموارده الطبيعية وشمسه الساطعة يعيش أهله اليوم تحت رحمة ساعات قليلة من توفر خدمة الكهرباء، سيما بطبيعة الأجواء العراقية اللاهبة في الصيف. في بغداد العاصمة الصاخبة بالحياة وزخم البيوت والقطاعات الحيوية التي تجمع مفاصل الدولة ومقرها، تقترب المدينة الكبيرة من خطورة انقطاع الكهرباء، الأمر الذي سيرهق كاهل الدولة ورؤية الحكومة في التقدم نحو الأمام. أما الخطورة فتحقيقها يكمن في أن سرقة مقدرات الدولة وخزينتها يهدر قرابة 40 تريليون دينار عراقي من جملة ما تدفعه الدولة لقطاع الكهرباء، والذي يقدر بمبلغ 45 تريليون دينار عراقي. 80% من الكهرباء تقدمها محطة بسماية بسعة تشغيلية تبلغ 3000 ميجاوات، المحطة التي تبشر العراقيين في بغداد وحدها بتوفير الكهرباء بنسبة 90% من القدرة الاستهلاكية في العاصمة. يتحقق ذلك خلال أشهر قليلة وربما أقل، وفي حال انطلاق العمل بسعة تشغيلية تبلغ 4500 ميجاوات بعد أن حصلت بسماية على موافقة الحكومة لرفع نسبة تشغيلها بسعة تبلغ 1500 ميجاوات. الاستثمار في قطاع الكهرباء ليس ترفا أو خدمة كمالية، إنما هو اعتماد أساسي يبرهن شراكة القطاع الخاص مع العام، معادلة تعتمد عليها كبرى دول العالم. حديث ارتفع صداه في مقر الحكومة بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال المستثمرين مؤخرا. رئيس الوزراء الذي يشدد برسائل قوية كتيار كهربائي لا يريد له أن ينقطع بين المستثمرين ومشاريعهم، بعد أن وجد المستثمرون أبوابا مغلقة تقف في طريق خدمتهم للعراق. أما ما يواجه محطة بسماية اليوم عدة أوراق، على رأسها ظروف خزينة الدولة من جهة، والضغط المالي على عاتق الحكومة من جهة أخرى، وخارطة الفساد والنفوذ والمصالح التي تضرب بهدر المال العراقي. بسماية لا تكتفي بتقديم خدمة الكهرباء لعموم بغداد، بل توفر العيش الآمن من خلال مجمع بسماية السكني الذي عكف المستثمر الذي يقود مسيرة محطة بسماية الكهربائية بتقديم خطوط توزيع الكهرباء مجانا متبرعا بها لأجل العراق وحده لا غير. ناهيك عن أكبر الخدمات الضرورية، وهي توفير محطة تحلية لمجمع بسماية السكني يوفر خدمة التبريد للمحطة الكهربائية، إلى جانب توفير الخدمة الأساسية بالمياه لمجمع بسماية. قصة نجاح بسماية الضاربة في الأرض البغدادية تمثل اليوم محورا أساسيا يقترب من توفير الكهرباء بنسبة 90% لبغداد، لكن تدق طبول الخطر إذا لم تتسهل طريق استثمار بسماية، وإذا لم تجد دعمها المنشود من الحكومة، فإن المخاوف من أهل بغداد تطرق أبواب الحكومة مجددا من أن تغرق المدينة في الظلام أو تقتات على تيار كهربائي لا يستمر إلا بضع ساعات. فالمستثمرون في محطة بسماية يقفون إلى جانب الحكومة اليوم التي توفر ما نسبته 20% فقط من كهرباء بغداد بمحطتي القدس والدورة. يخشى المواطن العراقي في الأيام المقبلة أن يعيش الأيام العجاف بظلام وحر يغرق فيه الأطفال وأمهاتهم. لكن يبقى العراق غنيا برجاله الذين وإن صرفوا من جيوبهم فهم يعملون لأجل الوطن. نحن أكبر منتجين مستقلين للكهرباء في العالم، تركيزنا بالدرجة الأساسية في بلدي لأن بلدي فعلا محتاج للكهرباء. أتصور أدينا رسالة وفعلا كنا قصة نجاح باهرة في العراق لما نقدمه للمجتمع.